عملت الجامعه على بعد تحرير سعر الصرف على مضاعفه مساهمه الجامعه في المؤتمرات العلميه للساده اعضاء هيئه التدريس، وتم مضاعفه مكافئات النشر الدولي هذا العام فقط بنسبه الثلث، وتم استحداث جوائز من جوائز الجامعة، وسوف ننظر أيضا في زيادة قيمة هذه الجوائز بعد التأثيرات المالية التي حدثت. وفي هذا الصباح كنا نحتفي بأديب مصر الخالد نجيب محفوظ وابن جامعة القاهرة، وأطلقنا جائزة نجيب محفوظ في جامعة القاهرة بقيمة 50,000 جنيه. كما أطلقنا كرسي دراسات الرواية العربية والأدب العربي باسم نجيب محفوظ في كلية الآداب جامعة القاهرة، ونحن على استعداد لإطلاق مثل هذا الحدث في كافة كليات الجامعة دعماً للبحث العلمي وتحفيزاً للعلماء.